يكها وعاد فات الفوت وبرة تعدى يكها ومش لازم تزيدها فتحة وشدة يكها وقديت معايا برش بالمليان تبعدني خير خير تبعدني لنا خمجنا الدوان لعبت بوقتي لين تحطم وبانت لي لقتي فديت من روحي بديت نخمم ونحسب ونزبي عرفت الغلطة بديت ندقق ونهرب في حقي وغرقت غرقة منين باش نخرج والله شي بكي الدنيا لعبة ومش صحيحة ومش نراكش غادي تحب لحيرة ركز برش ورد بالك الدادي أصحابي الكل تجيب مشموم زاد زادوني تعابي وكي هزيتك أول مرة غلطت وزدت غلاطي كيف تسكر دورت اللعبة وماني شي نساهم أغلبهم غلطة ومش كل غلطة اللي بانت لي فيهم ركحت برشا لين في بالي ربي هداني عليهم طيحني دايسة وس الملح اللي وريني فيهم حطيت روحي في غلطة كبيرة ونخسرها تبان نستنى في روحي لين تقول لي يركح يا فلان عارفها خمجة طم مقدم شاري لها أقلام مستني روحي لين تفيق وتبدلها ألوان برا تعدى برا بعدني لا تزدني هلواسي برا خطاني رب رايف قلبي غصه ومشني ناسي ضروني برشا زيد ضروني واغلبهم من ناسي وباللي لزتني ظهوره في سلاتي قبل نركز كاسي نكتب وحدك تلحن وحدك وي نجبد بيتات من اليوتيوب نكتب عليهم ونلحن ونفايبي ونشد على الفايب ونكتب ونسمع ونعاود باش بعد نمشي نصب هاي. من وقتاش مغروم من وقتاش تكتب مغروم من اللي صغير نكتب يمكن عندي 4-5 سنين التالي اما تو بالصحيح بديت نعمل في الراب بالصحيح عندي عام وشوي تو جا واصل برسك 9 تترويت في اليوتيوب فهمت شنيا لك اي صيدو وكهو ونجح على اليوتيوب عندك جمهورك ماشي ماشي صافا على قد اللي نعمل فيه فهمت شنيا نخدم برشا مش نلقى برشا نخدم شوي فهمت شنيا كيفاش نفسر لك مانيش عامل مشني عامل مش عامل الراب باز اما فما اولويات لازمني نخدم نكفي روحي الفامي وبعد نرجع للراب هو غرام نعمل فيه كتويتي نهبط تراك نصب ونهبط ونصور حسب ما سمعنا ما شاء الله سمعنا كلمات باهين ما فماش كلام خايب كلام متوازن يعب معبر سورتو هاي اللي نحس ونكتبه الحاجه اللي نحسها نكتبها وتمشي صحيحه ان شاء الله توصل صحيح عندك شكون فحيتك ولا ايه عندك قل لي كين نهار تتنيبزو وتسيح عليك هيا تبدأ تسيح متغشة تسيح وإلا تنطر عليك ولا كيفاش تتصرف؟ نقتلها ليه عاد هكا تو ولا لا لا مفضلك أما هو شوف ما يلزمهاش توصل لك المرحلة أصلا فهمت كيفاش خاطر فما قدر وفهم برنسيب من الأول لأننا نفرض روحي نحط روحي في المحطة ذاك معناها هي ما توصلش تعيد عليه خاطر كان من الاول نحسها هي ماهيش في البلاصه نتاع اني تقدرني مش لازم تكون معايا هي علاش باش نوصل لمرحله اما ال سي في انه وصلنا لمرحله تعيط عليا ليه تنسيني ليه مفدلك شنو مركة والله على المايتة تتغشش وما تسيحش اي ما نعرفش نحطوا نقاط على الاسطر نحطوا نقاط على الحروف استغفر الله ما تعيطش علي تلقاك مع طفلة أخرى ولا تحكي مع طفلة أخرى ولا تلقى مشهد خيانة ما عندهاش الحق تجي تقولك علاش ولا تسيح ولا شبيك ولا مو هي برجو لي وقت عندها الحق تقتلني ولا عرفت شنية أكل فتل كيفاش نقول هاي الكلمة مريقي لك السوفي أني سي عندي شكون ما نخونش ما نخونش إيه لي مريقي مريقي أمور حب ما نفدلكش حتى شوي نارا وانت تسيح ولا لا وقتاش قولي وقتاش تسيح هكا تنرفز انت دار سعيد هو شوف نال التو عندي مرسوخه في مخي حكايه ونقنع في روحي للتو اني الطفله ما تتضربش راه السفي فتنا المرحله هذيك كيما قلت لك بكري نقتل اما انا نعيط مرات فهمت شنو هي المواقف اللي تسيح فيهم انت اني نقول كلمه ما تسمعش جربت قلت لها كلمه ما تسمعش اي برش برشا انا عارش نعيط سبحان الله دمي سخون مثلا شنو قلت لها مشيش لك البلاصه ومشيت ولا شنو مثلا ما تمشيش لك البلاصه ومشيت ولا احكي لي حكايه صارت تي ما نعرفش مش اما ما تعملش شكل حاجه وعملت مثلا عملت على الاخر برشا برشا وما تعاودش تعاود اما بحكم ان قلبي رقيق لا يتحمل اوكي كي تقول لي سامحني انت تحب هذا يمكن هو يقولوا لي حب يسامح ما دام سامحتها ما دام تحب يمكن ما نعرفش نقول نحبك انا
أما هاوك كان نحبك تا ونعملهم بالأفعال وصلوا. عمرك لا قلت لها نحبك؟ ليه برشا مرات. قلت لي ما قولش نحبك. ما مش قدام اللي يجي. يعني احنا اللي يجي؟ ها مفهمتنيش مش قدام العباد. يمكن وحدكم نحكي وحدكم. اي باص تسمعها مني هي نعرفها واحدة عندي نهارين يمكن ها ولا ما نقولهاش كان منحسها ولا. أكيد باص.